السلام عليكم، فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بصحة جيدة. كما وعدتكم في الفيديو الاول قلت لكم راه غندوي لكم على كيفاش تجيب كليب صغير عند مولاه. اول ايطاب كتمشي عند السيد اللي غتمشي تشري من عنده الكليب، غدي معك واحد الطرف ديال التوب صغير يكون اصل، يكون نقي، يكون معمرو ما فيه شي ريحه اخرى، على حساب باش غيديروه مع الوليدات. ملي غتمشي انت غتشوف الكلب وغيعجبك وغتفاهم مع مولاه باش تاخذ الكلب، غتعطيه داك الطرف ديال الثوب، غتقول ليه الله يرحم لك الوالدين خلي لك الثويب هذا، خليه مع الوليدات والام ديالو. منين غيخلي داك الثوب يبقى ليله كامله وهو مع الام ديالو، الصباح او يومين ولا ثلاثه على حساب، المهم داك الثوب غيحتفظ به مولاه. منين غتبغي دير الجرو ديالك او سميتو غدير للدار، غدي مع داك الطريف ديال الثوب، غادي تدخلو للدار. اول مره غتجيب الكليب اذا كان باقي صغير بزاف من الاحسن ما تدوش ليه، اذا كان فايت عنده داك الشهرين بحال هكاك من الاحسن ضرب ليه تدويشه ولعب معاه، اعطيه الماكله ديالو والمسائل. واول طريقه بعدا ديرها قبل ما دير لي فاكسان الاول، خصك تنظف لي المعده ديالو. باش غتنظفها لي غتنظفها لي بالفيرموفيش، غتاخذو مع البيطاري وكتبقى تتعامل مع الكلب بالكيلوات، كتعبرو فيه 3 كيلو كدير ليه 3 كيلو، فيه 4 كدير 4، وكتبقى غادي تتبع معاه. هذه هي الخطوه الاولى بعدا باش كتنظف الكليه بالمعده ديالو. المهم الموضوع ديالنا هو اننا غندويو لكم على كيفاش غادي تتعامل معاه في الدار، باش ما يبكي لك في الدار ما تجي شي حاجه وما يصدعش لك الدار ولا يدير لك شي ديرونجمو او شي حاجه بحال هكا. غادي تشد بالليل ملي غتبغي تحطو في البلايصه ديالو، غدير ليه شي كارطونه ولا هذا باش يبقى سخون، غدير ليه داك الطرف ديال الثوب، وغدير قرعه ديال الماء تكون سخونه، دير شي مقراج او شي حاجه، ولا عنده اللي عنده الشوف ديما الماء سخون في الدار، مر قرعه ديال الماء سخون وغيسدها مزيان باش ما تحلش. ومنين غيبغي يحط الكليب ديالو في البلاصه ديالو، غيحط داك القرعه ديال الماء وغيغطيها بداك الطرف ديال الثوب. هنا فين كاينه سميتو، ملي كتحط الكليب الصغير في بلاصتو اش كيوقع ليه؟ كتكون وكلتي مزيان ولعبتي معاه باش كتعييه واحد شويه، غير كيحط راسو في داك البلاصه كيلقى الدفا، كيلقى الدفا بحال هكا، كيشم الريحه كيلقى الريحه ديال الخوت ديالو وديال الاب ديالو، ديال الام ديالو عفوا. ملي كيلقى داك الريحه الكلب مورالمون كيرتاح. وهاد الطريقه راه مجربه خوتي، راه جربتها انا شخصيا مع الكلاب ديالي بجوج، ما كاينش المشكل. لقيتي اللي كيشم الريحه ديال الام ديالو والخوت، صافي الكلب كيرتاح. ملي كيرتاح عاد كتبدا معاه بواحد الخطوه. اول حاجه ملي كدير ليه القضيه هادي وما كيبقاش يبكي لك وداكشي، الكليب ملي كيكون باغي تبغي تبدا معاه التريساج، راه اول خطوه خوتي، راه ماشي انك تشد ليه شرويطه او تبدا تقول ليه اسي او كوشي او لا، غندير شي طبيله عاليه كريسي بحال هذا، وغادي نحط الكليب ديالي انفاس معايا. وهادشي راه غنوريه لكم بالفيديوهات، غنخدمو معاكم باش تشوفوا. اول درس غندخلو للكلب اشنا هو، هو انك كتبين ليه بانه يتعلم ينتبه ليا انا، يشوف فيا سير على ضد نفسي، كي ينتبه ليا انايا ديك الساعات كنشد الطرف ديال الكاشير هنا وطرف ديال الكاشير هنا، وكنبقى نشوف في الكلب وكنهضر نعيط ليه بالسميه ديالو. هو راه غير اوتوماتيكمون غيبغي يجي ياكل ليا من هذا الايد، وغيبغي يجي ياكل من هذا الايد. انا ما غاديش نعطيه في ذاك اللحظه، اللحظه اللي غادي نعيط عليه بسميته وغيجلس بحال هكا وغيشوف فيا بعويناتو بحال هكا مقاد معايا، ديك الساعات غادي نعطيه لا ريكومبونس ديالو اللي هي كاشير او فرماج او كروكيت على حسب داكشي اللي كيبغي الكلب ديالك. هذه هي الطريقه الاولى، ملي كيولي ينتبه ليا عاد غنبدا معاه في قاسي وكوشي، باش كتخدم مع الكلب خدمه بروفيسيونيل ما فيها لا هادي ولا هادي. ملي كتبدا معاه باسي داك لي طاب كاملين اخوتي، غنوريهم لكم ملي غنبغي ندير سي كايزر. دابا راه مع الضغط ديال الخدمه وداكشي باقي ما ساليش لي، ملي غادي نكون مرتاح ليه غندير لكم فيديو عليه هويا في الدريساج ديالو كله. وراه وريتكم في الحلقه الاولى الكلب ديالي الدو كيفاش كيخدم معاه، حيت تبعت مع هاد لي طاب كاملين اللي كنقول لكم نتوما دابا. وان شاء الله من هنا لقدام غتعرفوا بزاف ديال الحوايج اللي اصعبهم هو لاطاك. لاطاك راه ماشي هو الكلب انه كيعض ولا هادي، يعني غتربطو في بلاصتو يقدر ما يتشفرش لك، يقدر ملي كتدريساج كاين فيه بزاف ديال الطرق في لاطاك، كاينين بزاف كيفاش يحضي بلاصتو،
كيفاش حتى واحد ما يقرب لي السلسله ديالو، كيفاش ما خصوش ياكل مع بنادم، كيفاش انه يجيب لك بنادم شي فونه فيها الدم ديال شي كلبه باش ياتيري الكلب ديالك يخونو لك، كتحيد هاد المشاكل كامله. وهاد المشاكل كلهم غادي نوريهم لكم ان شاء الله في الفيديوهات الماجين ان شاء الله. وتعاونوا معنا وبارطاجيو معنا وعاونونا بلايك وابوني، وما غيكون غير الخير ان شاء الله. دابا غتولعوا معنا بالكليبات ديالنا، غتشوفوا كيفاش كيلعبوا كيفاش كي سميتو. انا غنوريكم دابا غنوريكم العطه ديالو كي داير. هالدو خوتي، العطه خاصها تكون عامره بحال هكا. شوف اجي معايا بالكاميرا، هذه هي العطه، شتوها كيكون عامره. لاش نو السي ان يعجبكم الفيديو ديالي وتفاعلوا معايا بجيم ابوني وبارطاجيو معنا. انا ان شاء الله اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم سواء قليله او كثيره غنوريكم اي حاجه كنعرفها وتعلمتها غادي نعلمها لخوتي غنوريها لهم. انا اللي بغى يدريسي الكلب ديالو في الدار ما عنديش المشكل، انا اللي بغى يجيب عندي الكلب ديالو ما عنديش المشكل. المهم راه لابار غتبقى في يديكم، انا اللي عندي المحتوى ديالي راه غنعطي لكم داكشي اللي عندي هنا غنحطو لكم نشوف. والمهم الفيديو ديالنا كان هو هذا، والله يعاونكم.